بعد اللحظات غادي يلتحق بنا الدكتور جعفر الغساسي المتخصص في جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط. ممكن أنكم تواصلوا معنا على الرقم 05 37 70 59 39 موضوعنا اليوم هو السمنة وتأثيرها على القلب وعلى صحة القلب وعلى الشرايين. نذكر مرة أخرى برقم الهاتف 05 37 70 59 39. كما ذكرت مستمعتنا مستمعينا الكرام موضوعنا اليوم هو السمنة وتأثيرها على القلب والشرايين, ومعنا الدكتور والبروفيسور جعفر الغساسي المتخصص في جراحة القلب وفي الشرايين في مستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط. دكتور غساسي صباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك للدعوة. صباح الخير مدام حنان, اتمنى تكونوا على خير وبخير, ومرحبا عندكم في الاذاعه ومرحبا بالمستمعين في هذا البرنامج. شكرا لك. اذا اليوم كنتكلموا دكتور على السمنه اللي اصبحت من المشاكل الصحيه اللي كتجعل منظمه الصحه العالميه تدق ناقوس الخطر, والمغرب ليس بمنأى عن هذا التوجه العالمي, اذ يؤكد اخصائيون وتقارير وطنيه ان معدلات السمنه اخذه في الارتفاع. اذا اليوم غادي نتكلموا على تأثير السمنة على أمراض القلب والشرايين. واش هناك تأثير مباشر على القلب وصحة القلب والشرايين دكتور جعفر الغساسي؟ باش نشوف هذا باسكو باش درتي هذا الموضوع اللي زعما مهم بزاف. شكرا لك. اللي تيجمع العلاقه بين السمنه والامراض القلب والعروق. نجاوبك بالاول, نعم كاين واحد العلاقه جد وطيده ومهمه بين السمنه وامراض القلب. وبحال قلتي مدام حنان, هذا المرض دابا ولا كنقولوا عليه مرض, مثلا ماشي حاله تماما بدنيه ولا واحد دابا ولا السمنه هي مرض. مرض اللي ماشي باش ما تبقاش دائما داك الحديث اللي كنلقى موراليزاتور ديال السيد على الضعاف تماما, ولا الحفاظ على الشكل ولا المظهر الخارجي. هنا كنتكلموا على الصحه. نعم باش نهضروا على شي واحد مريض, يعني شي حاجه خارجه على 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 الكاباسيتي. مرض راه مرض تيجي واخا المسؤول يقول شي حكايه يكون بزاف هذيك, ولكن تيتسمى مرض. وهذا المرض دابا تيقيس اكثر من 1 مليار الناس في العالم. نعم. وتكثر واكثريه هما النساء, هما اللي مقيوسين بزاف هذا المشكل ديال السمنه. ومع العلم ان الرجال اون فوا تقيسهم السمنه تقيسهم دغيا تيشوف هذه السمنه وصعيب عليهم يرجعوا. نعم. حتى الاطفال هما براسهم تما دابا عندنا في هذه السنين الاخيره ولو 4 مرات اكثر. أكثر ديال الأطفال اللي فيهم كيعانيو من هذا المشكل ديال السمنة. ألوغ السمنة باش اللي كنا بعدا نديرو لا ديفينيسيون ديال السمنة, هي هو داك الدهون اللي تتراكم, واحد الدهون زائدة في الجسم. حنا عارفين بأن الإنسان من الأول ديالو كان خصو يخلف, خصو يمشي, خصو يمشي يصيد باش ياكل, خصو يدير أعمال بزاف. دونك تياكل شي حاجة وداك الحاجة اللي تياكلها تيستعملها باش يعيش, باش يجري, باش يخدم, باش يحافظ على عائلته. دابا المشكل هو داك تنستهلكو بزاف وما تنحركوش ما كنحرقوش. نعم. داك الدهون الزائدة تتراكم في الجسم ديالنا وتعطي واحد التأثيرات سلبية ديالو على الصحة. وباش نعرفوها تنعرفو واحد المؤشر ديال الكتلة والجسم, يعني كنشوفو بين شحال لاطاي ديال الواحد وشحال الوزن ديالو. نعم. وتنديرو واحد لاكور فيستو باش يعطينا
تقريبا واش السيد في واحد المنطقه اللي واش ضعيف واش عادي واش السمنه قليله سمنه ثلج سمنه مغبيد يعني مهمه بزاف. نعم يعني شرحتي لنا الدكتور مشكور السمنه وكيفاش يمكن لينا نعرفوا بيننا كيفاش يكون لكم انتم كاخصائيين يعني ان كيفاش كتعرفوها وكيفاش كتعبروا ان الانسان راه مصاب بالسمنه وكما ذكرتي اصبح مرض. هل السمنه كتسبب يعني او كتخلق او كتشكل خطر على القلب وعلى الشرايين ممكن انها مثلا تسبب في انسداد الشرايين؟ ما مدى خطوره هذا المرض على القلب والشرايين؟ الوغ السمنه عندها علاش هي مولات مرض وخطير؟ لان هو كتعطي مشاكل بزاف ماشي على القلب على الصحه كلها بشكل عام. كتعطي واحد الالتهاب كرونيك اللي كيأثر على بزاف ديال الاعضاء. كتعطي مشاكل ديال العظام وديال المفاصل لان كاين واحد الوزن زايد على الحموله زايده على لي زارتيكولاسيون ديالهم دغيا كيمرضوا على المفاصل. نعم تتعطي مشكل ديال التنفس واحد التنفس لان الديافراغ مدة لا ماس مدة لا ريسبيراسيون تتولي تالي فيها مشكل. تتعطي مشكل ديال النعاس خذا بلي سومي اللي هما دابور تيعطي واحد المشكل براتيك في النعاس لا الواحد ولا اللي عايش معاه وان بليس يمكن كتعطي امراض القلب يعني كيوقع باش الواحد ما تينعش مزيان تتوقع هذا المشكل ديال الاكسجين باش نسهل على المستمعين ما كيدوش القلب ما كيدخلش مزيان دونك تيبقى دائما القلب بحال ستريسي لان كل مره ناقصوا داك الاكسجين دونك تتأدي هذا الشيء تطلع طونسيون ارتيريال وباش تطلع لا طونسيون ارتيريال كلشي تيعرف الخطوره على المدى البعيد ديال لاطونسيون ارتيريال على القلب نعم. الوغ هاد السمنه فتعطي عاوتاني واحد الحموله زائده العمل تولي القلب تيعمل زائد على المجهود اللي كيدير مجهود ربما مضاعف يعني بسبب السمنه وداك لا سيركولاسيون كتجعل بان الاوعيه يمكن لهم يتشنجوا والقلب خصو يدير واحد يضرب مجهد ويضرب نبضات اكثر واحد لا فورس اللي غنخدمو دونك هذا الشيء تيؤدي لنا الامراض اللي زعما كيعانيو منها بزاف الناس كيعانيو من السمنه هو اول ارتفاع الضغط لان هو باش يرتفع الضغط اللي قلت المشكل ديال النعاس المشكل ديال القلب تيخدم مزيان دونك خصو يطلع الضغط باش يمكن له يعطي الاعضاء زياده على هذا الشيء باش يكونوا السمنه كنكونوا غالبا ناكلوا مثلا ناكلوش منتظمين مزيان يعني ثلاثة تيكون الملح بزاف في الاكل تيكونوا داك المشاكل ديال الكوليسترول غادي نتطرق له دونك هادشي تيجعل بان لاتونسيون ارتيريال هي الاولى اللي تتكون من الامراض اللي تيجيو للناس اللي عندهم الوزن كثير. ثاني حاجه العريقات حتى هما ديال القلب داك العروق التاجيه واحد العريقات اللي تيدوزو من الدم العضل للقلب واحد العريق ترقيقي واللي تكون عنده السمنه ديك داك تراكم الدهون تيجعل بان تيكثر فيهم لو موفيز ليبيد داك الشحوم اللي في القلب كاين واحد الحال واحد لي ترونسبورتور واحد الناس كيدير واحد الناس واحد لي زونزيم ولا واحد لي بروتيين اللي كيهزوا باش نستهلكوا داك الدهنيات يمشيو من الدم تيهزوهم وتيمشيو راكموهم في الكبد. نعم. وفي حاله احتاجوهم كاين عاوتاني واحد البروتيين اخرى اللي تيهزوهم تيديهم للخلايا اللي غاتعملهم اكثر الدماغ ولا اكثر القلب لان تيخصوا الانرجي بزاف. الوغ الناس اللي يكون عندهم مشكل ديال السمنه تيكون عندهم هاد لي ترونسبورتور اللي تيخرجوا الدهون اكثر هما داك لا ام بي ال تيقولوا الكوليسترول مزيان ولا الكوليسترول اللي ماشي مزيان واللي كان الناس نسمعوا به هو تيكون وبيسكو تيبداو يخرجوا من الدهون بزاف الدهون تتراكم الخلايا وتجعل بان داك العريقات تتراكم فيهم داك الدهون تيبداو يتشدوا بشويه حتى واحد الوقت تيوقع داك الامتداد ديال داك العرق واللي تيعطي الجلطات في القلب ولا في الراس مثلا ولا في العروق اي جلطه فيها العروق. نعم. هذا بالنسبه للمشكل العروق التاجيه للقلب. ثالث حاجه يمكن له يعطينا مشكل ديال العضله بالقلب راسها لان داك العمل القلب تيخدم بزاف يمكن له يكسر واحد القصور ديال القصور
كنشعروا فشل ديال القلب القلب لا سيزونس كارديك اللي فيه الواحد ما فيقدش يتمشى بزاف دائما فيه النهجه تيتنفخوا دور جليد تدرو دائما عامر والحاجه اللي عاد تدي زايده بزاف هي تمكننا نتوقع لنا سكته لا سوناقي لا موغ سوبيت الموت المفاجئ الموت المفاجئ حتى هو حاجه اللي مثلا تكون عند الناس اللي عندهم خصهم زائدة مفرطة. نعم نعم. غادي ناخذ السي عبد العظيم من طنجة. السي عبد العظيم السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا سيدي. اختك شكرا. شكرا لك السي عبد العظيم. تفضل شنو السؤال ديالك؟ الاخت حنان انا بغيت عندي واحد التساؤل الموضوع اللي درتيه قبيله مع الدكتورة ملوك. ديك الاعراض هذيك اللي دويت عليها عندي انا المشكل وديك الزيادة في الوزن راه كتزادي في الوزن يعني الرغبة على الأكل دابا انت زدتي في الوزن كنزيد في الوزن ولكن انا عندي مشكلة ربما ديك الغدة الدرقية حيتاش كان ديك الأعراض اللي طاتهم الدكتورة قبيلة هما اللي عندي 100% بغيت نعرف هي مثلا التوجه ديالي كيفاش غنعمل في العشية حتى كتوصل مثلا المساء مع ديك العشاء وديك الشيء كتجي واحد الرغبة كبيرة على الشرب وعلى الاكل وما كتحيدش ديك الرغبه ورغم ذلك انا عملت التحليله ديال السكر وديك الشيء شحال هذه قلت زعما جاني الشك ديك المشكل وكان عندي الامور مزيانه ما عنديش مشكل السكر ولكن وتزاد لك الوزن زاد بشكل كبير السي عبد العظيم زاد لي على حيتاش الاكل عندي مشكل فيه انا فهمتي كيفاش ديك الرغبه بالشبع ما كايناش كتاكل بزاف ايوا ما كاينش ديك شحال زدتي تقريبا ديال الوزن الوزن دابا عندي انا كنعمل رياضه داكشي دابا عندي 90 90 كيلو واخا هذا الموضوع غادي نحاولوا نرجعوا ليه مره اخرى مع الدكتوره فدوى بلوك باش نعرفوا كيفاش غدا عندنا ان شاء الله الى ممكن تكون في الاستماع السي عبد العظيم غادي نتكلموا على كيفاش يمكن لينا نوازنوا التغذيه ديالنا وناكلوا بشكل اللي هو متوازن ونتغلبوا على هذه الشراهه السي عبد العظيم واخا المشكل ديال الغده الدرقيه بغيت نعرف انا غير الاتجاه ديالها باش انا نمشي نعمل تحليل ديال نعرف مثلا المشكل واش فيها ولا هذا على حسب التوجه ديالي الدكتور اللي غنعملو انا ما عارفش فهمتي فهمتك سي عبد العظيم الا ممكن تكون معنا غدا تواصل معنا غدا باش نجاوبك على هذا السؤال واخا شكرا لك شكرا صباحك سعيد غنمشيو لطنطان عند سي ابراهيم سي ابراهيم صباح الخير السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته انا من الدار البيضاء من عين السبع ولكن دابا كنجد طنطان حي الرحمه مزيان سيدي مرحبا بك معنا السي ابراهيم عندي واحد العطله ان شاء الله واحد ثلاث شهور عطله سعيده سيدي شنو السؤال ديالك سي ابراهيم انا عندي السمنه ولكن عندي الرغبه في الاكل عندك السمنه عندي السمنه 95 كيلو شحال عندك في الطول ما عارفش باش واخا باش عرفتي راسك عندك قريب للباب قريب للباب تفضل دكتور جعفر نعم سيدي تقدر توصل نعم سيدي راسك تدخل على الباب باش تعرف الطبيب كيدخل على الباب بحال الباب بحال فيها جوج متر ولا شحال؟ ماشي جوج متر ايوا مزيان تخي بيان دونك راه ما فيش سمنة بزاف يعني جوج متر بلاتي سي ابراهيم باش نسمعوا الدكتور تفضل دكتور جعفر الانسان اللي فيه تقريبا 170 ويكون فيه تقريبا واحد ما يتعداش واحد 70 كيلو تقريبا باش تعرف بالنسبه للرجال للرجال والنساء النساء خصها اقل النساء خصها تكون بين 65 تقريبا الا كاين عندها 170 تكون 65 تقريبا واخا بالنسبه للسي ابراهيم ما عندوش السمنه 95 كيلو جوج متر لكن في جوج متر 90 كيلو جونس ما كاينش شي سمنه مفرطه ولكن ما ضمنش في جوج متر غيكون بغيت نلبسو معاه نعم خصو يعرف انا عطيته هذا باش يعرف راسو باش يعرف راسو تقريبا اذا كان فيه اذا كان فيه 174 ولا 75 وفيه 90 كيلو يعني راه كاين واحد السمنه كاينه واحد السمنه وخاصه ينقص السي ابراهيم راك معنا عندي الكرش عندي منفوخه بزاف عندك منفوخه بزاف الكرش واش شنو كتحس بشي تعب كتحس بالقلب ديالك مثلا كندير لامارش بزاف حتى دابا من الدار البيضاء من عين السبع كنمشي حتى للمدينه حتى جيت مسجد الحسن الثاني
وكنمشي صايم كاع كنمشي صايم كاع وكنرجع صايم. واخا ما عندي الصيام بزاف كنصوم 5 شهور 6 شهور اللي كان مزيان ولكن وما كطيحش في الوزن كتصوم وما كطيحش في الوزن. لا والو ما كنصوم وما كطيحش في الوزن. ولكن ما كتحسش بالقلب ديالك كيضرك ولا؟ لا مزيان القلب عندي مزيان. تنفس كندير السباحه الرياضه السباحه عادي. مزيان مزيان سيدي مزيان سي ابراهيم الله يسلمك مزيان مزيان. دكتور جعفر شنو ممكن نقولوا لسي ابراهيم؟ يعني سي ابراهيم عن جو بروفيتي من هذا الشيء ديال باش نسترجع حوايج. اولا خصنا نعرفوا بان كاين جوج انواع ديال السمنه. السمنه اللي تدخل تتراكموا في الكويس في القاب تكون اكثر يعني النساء, وكاين السمنه اللي تتكون في الكرش تكون اكثر هي عند الرجال. يمكن يكون تخالط بعض المرات ولكن هادو من دابا هادو من انواع السمنه. خصنا نعرفوا بان ماشي ديك الكتله بحال قلت لك لانديس ديال اللي هضرت عليه في الاول. ما كنستعملوه غير باش يبين تقريبا داك المؤشر ديال الكتله ديال الجسم. ولكن دابا شحال من واحد تيقول لك راه ما فيهش الوزن دابا تقريبا راني الكتله داك الانتقال ولكن عندي الكرش. نعم. ولا السيده تقول لك عندي لي اونش ولا عندي دابا وليت تنعبروا بواحد لو روبون تنعبروا به داك الكرش دا ديباسات واحد لا ليميت. يعني تنعرفوا بان السيد عنده سمنه واخا ما بيناش ما بيناش يعني في الوزن ما تتبانش لو تقريبا تيبان عادي ولكن كاين الكرش ولا كاين داك لي اونش يعني مراكم فيهم الدهون. يعني نفس الشيء راه كاين داك الدهون تيأثروا لنا على العريقات وراه كاين الدهون في العريقات ديالنا. يعني اون سو باز دابا تاتوا هاد لاطاي ديال اللي تنعبروا. ثاني حاجه بالنسبه للطبيعه لي ديتيتيسيان صحاب لوندوكرينو غينصحوا اكثر في هذا الموضوع تماما ولكن بحال اللي سولتي انت سي ابراهيم باش يكون عندنا السمنه خصنا نبداو بون كاين كل شيء عارف بان خصو يحاول ينقص يدير الجهودات لان بحال اللي قلنا دابا هذا مرض ماشي هي حتى ناكل بزاف ولا حتى تماما دابا هذا مرض ومرض يمكن يعطي امراض اخرى اكيد بين نسيت بين الامراض اللي تعطيها عاوتاني السمنه هو الداء السكري لان يعني داك الانسولين اللي تزولنا السكر زايد في الدم تتولي بحال لي ريسيبتور ديالو ما تخدمش مزيان يعني تيدوز داك السكر اللي با كونسومي ما مستعملش بالخلايا دونك تيبقى طالع وتيزيد تا هو ياثر لنا على الكلاوي على العينين على القلب على الراس. دونك شي واحد دابا غير المشكل ديال مثلا ضعاف ولا تندير الرياضه ولا تندير لي هادشي كلشي يمكن نجيو ولا قلنا الوقت من بعد باش نهضروا عليه كنت انا بعض النصائح على حسب المعرفه ديالي. يعني شي واحد اللي تيشوف راسو عنده سمنه غير المحاولة تيدير خصو يخمم يقول راه يمكن عندي مرض القلب اللي تيتطور تماما. يعني حيت ممكن مرض القلب اللي يتسبب في زياده الوزن. لا كاين مرض القلب لا ماشي كاين مرض القلب تيسبب هذيك حاجه هذا مشكل اخر. نقول شي واحد عنده السمنه تيحاول يدير الريجيم تيحاول يدير الرياضه تيحاول يطيح تيحاول يدير ولكن خصو يعرف بان راه كيمكن يكون عنده شي مرض القلب اللي تطور مثلا يعني خصو يكون عارف مثلا شي واحد اللي عنده السمنه وتيحسبوا تيصفروا ولا راسو تيحرقوا ولا تيحس براسو بعض المرات تيجي شويه للهد يقول مثلا راه يمكن لاطونسيون ارتيريال يمشي يعبر طونسيون ارتيريال ديالو. نعم مثلا شي واحد عنده السمنه وماشي وتيحس براسو تيتزير عنده واحد الالم في الصدر ديالو ولا شي تمشي له جهه فمه ولا تمشي له جهه يديه يقول راه مشكل عندي ديال بتات العروق التاجيه. نعم تنشوف راسي داخل الاعراض ديال الدولع عندي بزاف تتصوت ما يفيا العطش بزاف يمكن سكر فهمتي تنحس بعض المرات بحال تيجيني شي غيبوبه ولا شي ولا الكاين تيتقال يمكن. يعني الناس اللي عندهم المشكل ديال 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 السمنه خصهم يقولوا راه يمكن يجيني شي مرض شي مرض ديال القلب وما خصش حتى تيجينا وتيجينا في المره حاله حاده تنقولوا فقدنا واحد الوقت كبير اللي كان بامكاننا نعالجو. يعني دابا سورتو دابا حنا تنشوفو اكثريه بزاف هنايا في المغرب اللي تنشوفوهم ولا اكثريه في الدول المتقدمه لان شنو هما البلاد اللي عنده كاع اكثريه ديال السمنه مثلا هو الولايات المتحده تماما الدوله اللي معدها اقل
هي الجابون. الجابون واقل يعني دابا حنا ولينا حنا في جراحات القلب مثلا يفتحوا ناس اللي عندهم 90 كيلو 100 كيلو يعني ماشي الناس اللي عندهم بعض المرات ما عندنا ما يمكنناش ما عندناش حل اخر مع مع الناس اللي السمنه ولكن خصنا نداول الامراض القلب. هذا البرنامج ديال السمنه باش يحاولوا يتجنبوا ولكن في بعض الحالات السمنه تبقى هنايا لان السمنه بحال اللي قلت راه هي هي الاكل زائد مشكل وراثي يعني عندنا في عائلتنا الاب ولا الام مصاب سنين عارف بان راه الوراثيين راه غنوليو في السنان. نعم تماما تماما وعاد مشاكل اخرى ديال السمنه بحال اللي قال السيد اللي كان قبيله هضر على الغده الدرقيه ومشاكل باختيكولي هذوك عاوتاني اللي تيتعالجوا بحاجه اخرى. نعم هنا دكتور جعفر ملي كنعالجوا مثلا السمنه وكتكون تسبت لنا في بعض الامراض ديال القلب والشرايين واش اوتوماتيكمون كيتعالجوا لنا هاد الامراض ديال القلب والشرايين اولا ربما كيبقى هذاك المرض يعني داك اللي تسبت فيه السمنه. السمنه هذا سؤال مهم اللي قلتي باش نبين المستمعين. السمنه نعرفوا ملي تنبداو تنوصلوا داك العشر سنين تقريبا تيبداو باش نشدوا شي عريق وتنقلبوا فيه تيبدي يدير لنا شويه داك الشحيمه بدا تبان. نعم ما تتعطي المشكل ديالها النهائي شحال هذه كنا تنقول للرجال حتى فوق 50 عام والسيدات حتى فوق مور باش ما تيبقاش فيها داك الدم عاد تبدا الامراض تتبان لان عاد العروقه تيبداو يتشنجوا عاد داك الكوليسترول تيبدا. دابا مع النمط ديال الحياه ديالنا تبدل ولينا ما تتحركوش بزاف ناكلوا بزاف ديال المواد المصنعه لي فاست فود. نعم كونتيتي ولا كاليتي ماشي دابا الحجم والكاليتي ديالهم هادشي كله جعل بان دابا دو بليس اون بليس نشوفوا رجال قلوا من 40 عام مرتب 30 عام مثلا هذاك اللي عندهم المشكل ديال هذا السمنه والمشكل ديال امراض القلب والسيدات حتى هما قل دو بليس اون بليس. دونك دابا السمنه لا ما حطيناش راسنا في هادشي ديال السمنه حنا ماشيين حنا كنمرضوا الوغ مانون دابا عندنا الناس بزاف دابا اللي في المجتمع ديالنا اللي عندهم هذا المشكل ديال السمنه ما يمكنش نقول لهم كل واحد بقى نتلاقاو ونقولوا واخا خصك تنقص تنقص حنا تنقول الناس اللي مازال ما سمينينش حضيو السمنه حضي منها رد البال حضي منها بحال هذاك اللي تتقول له كان تيكمي اللي تيكمي راه عطاه اللي عطاه الله عطاه عطاه المشكل دابا خصنا نداويو المرض ولكن تنصحوا الناس باش ما يكميوش دابا الناس السمنه نفسر لكم شنو هو المشكل السمنه الفلانيه تماما والمخاطر ديال السمنه باش نحضيو راسنا منها. نعم ودابا وكاين المشكل الاخر هو الناس ديجا اللي عندهم مشكل السمنه راه كيحاولوا لانهم واعيين بان عندهم مشكل يحاولوا يديروا رياضه يحاولوا ينقصوا يمشيوا عند الاطباء ولكن كنقول لهم اوسي خصكم تعرفوا بان راه تيفلتوا عند امراض القلب وداك الشيء تندخلهم في نطاق حل امراض القلب كلهم وخصنا نداولوا القلب خصنا نفتحوا لهم خصنا نديروا لهم عمليه القلب ديال لي بونتاج خصنا بعض المرات تسمى ما تيمرضوا لهم خصنا نبدلوهم كيكون القصور من القلب خصنا نعاونوه اي هو خصنا نعرفوا بان الانسان المشكل ديال السمنه دابا حنا انا تقريبا كل اسبوع تيكون عندنا هذه الحالات تنفسروا للعائله تنقول له شوف انا بالنسبه لي العمليه غندير لك عروق جداد ولا ولا غنبدل لك الصمامه ولا غنهداك انا بالنسبه لي هذه عمليه تنديروهم كل نهار. نعم. والحمد لله تيدوزوا على خير وبخير ولكن شكون المشكل اللي تيوقع لنا هو غيوقع المشكل في الانعاش اللي غنتعذبوا شويه لان غيكون عندنا مشكل السمنه ما بقاتش تحرك في الفراش ديالك تنفس يكون مغير تيكون السكري عند طالع فتكون تيكون ذاك العريقات واحد لاكاليتي ماشي هذاك دونك بحال دابا واحد اللي ما عندوش السمنه مثلا غنفتحوا له غيخرج من بعد اسبوع مثلا عمليه القلب اللي عنده السمنه يمكن يجلس 10 ايام 15 يوم. نعم نعم وهذا الشيء كله في خطوره زائده للمريض تكاليف زائدين لان خصنا دوت ميديكامون خصنا لا فيزيوثيرابي زائده خصنا لي سيجور دونك السمنه تسموها سيتون موربيديتي سوبليمونتير تمام تماما نعم يعني واحد دو الناس اللي عندهم السمنه خصهم يديروا هذاك المجهود باش ينقصوا لان عاوتاني الفوائد باش نقصوا السمنه مهمه كثيره تماما لان الواحد لا نقص
هي واحد بحال شي تقول انا المرضى ديالي تنقول ما تنطلبش منك انت دابا فيك 80 و 90 كيلو ترجع من دابا 3 شهور اللي غنشوفك ترجعني فيك 70 لا تنقول له انا لا قدرتي تنقص هي 200 غرام في السيمانه راه مزيان كافيه لان ما معنى 200 غرام في السيمانه يعني انه وعى لانه ما خصوش يزيد ديك الطاف الخبز زائد تعاود ما ياخذ ثلاثه الشلاطات ياخذ وحده راه لو بوز داز تعاود من سميتو من ناكل داك لا كونتيتي كلها ناكل نفس الشيء اللي كيعجبني اللي سويت فيه ولكن اقل اقل نعم خصني مثلا ولا بدا واخا في الروماتيزم واخا عيانه واخا هذاك غندير دي زيكوتور غنسمع شويه الموسيقى ونسمع شويه القران ونسمع ليميسيون ونخلف واحد الساعة على الأرض ولا ساعة في النهار مثلا تماما تماما وهذا الشيء كله وخصو هذو دي تيتيسيان عندهم لي تكنيك بيان هو أن الحاجة السهلة تنقول لهم هي اللي تنوضوا في الصباح زولوا حويجاتكم ووزنوا راسكم كل نهار كل نهار ومن نعم ومن ثم تتعرف راسك واش ماشي في الاتجاه الصحيح أم لا الاتجاه الصحيح ولا لا وتتكون وما تنقصش بزاف الاحتمال 100 غرام ولا 200 غرام انا لا جيتي دابا 3 شهور طيحتي هي 2 كيلو راه مزيان وهي المرة اللي يحس براسو هذا تولي بسيكولوجي هو حتى فيزيولوجي اللي يحس براسو مزيان مزيان تماما تماما وحاجه اخرى بالنسبه لحرق القلب احنا عندنا هذا الوزن هو مهم لان حرق القلب قبيله قلتي واحد السؤال واش القلب كيمكن له يعطي السمنه اييه القلب كيعطي واحد السمنه مزيفه ما معنى لان شحال من واحد تيقول لك انا جيت عندك وباش رجعت السيمانه الجايه زاد 3 كيلو ما يمكنش شي حاجه تاكل خاصك تاكل ليل ونهار ما ديرش 3 كيلو في الاسبوع ما يمكنش المشكل هو حب القلب كيديروا لا روتونسيون دو داكور اييه احتباس السوائل نعم اييه تقدر تولي الملحات بزاف في الدار والملحات تزيد دغيا دونك صحاب القلب ديما تنقول لهم باش اشتراطك تزيد دغيا في الوزن عرف راه مشكل ديال الملح ديال الملح ديال القلب القلب ولي غا ما تيسخنش وما تيخرجوش كلشي الاشتراك تزيد بشويه هذاك مشكل ديال الاكل ولا مشكل لانك ما دايرش لو ريجيم ديال كوركا نعم دكتور جعفر الغساسي شكرا جزيلا على تلبيتك الدعوه وعلى نصائحك القيمه كنذكر انك اختصاصي في جراحه القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط شكرا جزيلا والى فرصه قادمه بحول الله